انطلاق العمل في إنجاز 3 مشاريع مستشفيات جديدة بسعة 120 سريرا لكل منها، فضلا عن قطب شامل بسيدي عبد الله بسعة 700 سرير وقطب للاستعجالات الطبية بزيرالدا، هو ما كشف عنه وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد خلال زيارة تفقدية قادته إلى الجزائر العاصمة. وانطلقنا في العمل 120 سرير في الغاية، هاو يخدم كل 120 سرير تكون فيه الاختصاصات اللي ما كانش هنا، 120 سرير في براقي، دونك الشمال الجنوب الشرقي للجزائر، و 120 سرير في غرب الجزائر في عين بنيان، كذلك مستشفى ضخم قطب الاستعجالات في زيرالدا، كذلك هذا أراه عن قريب إن شاء الله ندشنه، مستشفى في باب حسن للحروق الكبرى، اوبيتال دي غران برولي، يكون فيها بكيليبور محطة الطيارة مروحية باش يجيب إذا كانت في حروق في الجنوب أو في جوع، هذه كامل إن شاء الله رانا نعمل فيها. الزيارة التي شهدت تدشين العيادة المتعددة الخدمات وسط بلدية الدار البيضاء تطرق خلالها الوزير إلى تدهور وضعية بعض الهياكل الصحية على غرار مستشفى عين طايا الذي بات حسب الوزير غير قادر على تقديم الخدمات اللازمة بسبب هشاشة هياكله. حقيقة المستشفى هذا غير قادر عن يقدم تقديم خدمات كما احنا نتمناوها اليوم وغدوة وغير غدوة، لأن كل الهياكل شفتها كامل تدمرت وفسدت وكل شيء. إذا نجحنا في العيادات متعددة الخدمات وهي عيادات مؤسسات جوارية، نصبحوا نمشوا حسب قانون الصحة وحسب مطالب المواطنين وحسب تعليمات سيد رئيس الجمهورية، لأن هما لما نوزعهم عبر كل الوطن في كل أماكن في كل أحياء على الأقل 70% من المرضى اللي يحتاجوا إلى الطبيب. هذا وينتظر أن يتعزز قطاع الصحة بولاية الجزائر بأربعة عيادات متعددة الخدمات سيتم تدشينها شهر يوليو المقبل بمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 لعيد الاستقلال.